أعلن لواء طبيب سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي عن تدشين نظام المعلومات الصحية الإلكترونية هوب، وهو نظام متقدم جدا طورته كوادر بحرينية في وقت قصير وبأقل التكاليف. وقال عطية الله في مؤتمر صحفي أن المستشفى كان قد وقع عقدا مع شركة أجنبية عام 2011 لتطوير نظام صحي متكامل في ظرف سنتين بقيمة 5,600,000 دينار بحريني، مضيفا أنه بعد تجربة أنظمة أخرى لم تتماشى مع حاجيات المستشفى تقرر يوم 25 أغسطس 2015 البدء في تطبيق النواة الأولى لنظام المعلومات الصحية الإلكتروني، ليتم بعد ذلك تعميمه تدريجيا على كل الأقسام في المستشفى، خاصة أن النظام الجديد لم تتجاوز كلفته 20,000 دينار. وأكد أن الهدف من النظام هو أن يكون لكل بحريني ملف طبي واحد في البحرين كلها، موضحا أنه يمكن إرسال الملف الطبي للمريض حسب شروط أولها موافقة المريض إلى أي طبيب داخل المملكة أو في أي مؤسسة صحية للتعرف على التاريخ الصحي للمريض، بما أن البرنامج يسجل كل زيارات المريض للمستشفى وملاحظات كل طبيب دخل إليه. وأعرب اللواء طبيب سلمان بن عطية الله الخليفة عن استعداد المستشفى بإمكانية تطبيق النظام في مستشفيات أخرى، مؤكدا أنه يمكن للنظام أن يسوق داخل البحرين وخارجها، وأن مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب ومستشفيات خاصة أخرى عبروا عن الرغبة في تطبيقه، بالإضافة إلى أن مستشفى السلمانية الطبي أبدأ إعجابه بهذا النظام. احتفلنا ان دشنا برنامج هوب اللي هو برنامج صحي، يعني استعمال الهيلث سيستم. هذه السيستم احنا سويناه في مستشفى الملك حمد، احنا يعني قدرنا في ظرف سنه واحده ان ناخذ نظام جديد نسويه بيدنا، وما في داعي ان احنا نستعمل الشركات الاجنبيه اللي كانت تكلفنا فلوس كثيره وما عطتنا اللي احنا نبيه. فهذه النظام الجديد اللي احنا يعني بصدد لما سويناه عندنا، حبينا نعرف يعني ايش قوة السيستم، وهل السيستم راقي ولا في عيوب ولا حاجة. عشان كذي يعني طلبنا من خبير البنك الدولي بروفيسور دينيس اللي هو عنده خبرة عالمية في كل العالم بالنسبة حق الأنظمة الصحية، لما قعد ودرس السيستم يعني عجبه بطريقه، وقال لنا ان في السيستم اللي سويناه احنا في الوقت في سنه واحده هذا شيء انجاز فظيع او عظيم. وهو يقول لنا في 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 السيستم هذه يعني فيتشرز او خصائص مو موجوده في اي سيستم ثاني في العالم، وهذه تساعد ان المريض أو الطبيب يأخذ وقت أكثر مع المريض بدل ما يقعد يضيع وقته يدخل المعلومات. فإحنا رويناكم تقريبا نبذة بسيطة عن السيستم، لكن والموضوع كبير والسيستم يعني في له إمكانيات وايد. الشيء الزين إن إحنا سويناه في مستشفى الملك حمد مباركة القيادة، ان احنا يعني في امل ان هذا السيستم لما ينجح مو بس على مجال البحرين، ممكن نبيعه خارج البحرين، لان يعني هذه حسب كلام الخبير العالمي قال هذه عندكم انتم شيء ممكن تسوقونه عالميا، لان في اشياء مو موجوده في الاشياء الثانيه يعني الانظمه الثانيه.